تنسوا قبل لا تشوفون هذا الفيديو تضغطون على زر الاشتراك الاحمر وفعلوا زر الاشعارات لانه راح تجي مفاجآت بالقناة، راح تجي جيفاويات للي بس ضغطين على زر الاشعارات. انتظروا هاي المفاجآت، ضغطوا على هسه هذا الزر وبعدين راح تجيكم المفاجآت. ففيديونا اليوم عبارة عن شنو، راح نسوي ايس كريم، بس مو الايس كريم اللي ناكله كل يوم واللي ينأكل، راح يكون ايس كريم، هذا الايس كريم اللي تشوفوه بالدعاية الحلو هذا، يعني اللي تشوفوه بالتصوير طالع حلو. على فكرة هذا مو ايس كريم، فاليوم راح نعلمكم ونراويكم هذا شنو بالضبط. حطيناكم هنا كاميرا وهنا كاميرا وهنا كاميرا، هاي الكاميرا راح تلتقط الايس كريم النهائي، بعد ما نخلصه راح ناخذ له صوره بهاي الكاميرا مع مصورنا المحترف طبعا، مصور محمد. مصور محمد، شنو اخر اعمالك السينمائيه؟ شاركت باكثر من فيلم ويعني عظيم عظيم. اول شيء نحتاجه هو شيء اسمه كورن سيرب، هنا بامريكا يبيعوه، اعتقد هو اسمه شيره الذره. نحتاج زبده، سمن نباتي، اعتقد هذا اسمه سمن نباتي، يعني هو امريكي ينباع لونه بمواد دهنيه يعني مثل الزبدة بالضبط. وعندنا طاسة طبعا راح نخلط بها الغراض، وعندنا ألوان صناعية، راح نستخدم هذا السكر المطحون، وراح نستخدم صمغ، أكيد راح نستخدم هاي لأنه هاي راح نغرف بها الآيس كريم. عندنا هنا طاسة بها كلينس راح نحط عليها الآيس كريم، راح نسوي طاستين، طاسة آيس كريم فانيليا وآيس كريم شوكولاتة. عندي أنا مكعب زبدة، أنا راح أحط نصه، هذا النص الأول. طبعا هنا السمن هذا يعني هذا مو سمن سمن، بس مادة تشبه الزبدة وتشبه السمن، هذا هو شكلها بهاي أخرى، هذا هو شكلها. راح ناخذ كمية تعادل كمية الزبدة اللي حطيناها، شيرة الذرة، راح نحط كمية نفس كمية الزبدة والسمن اللي حطيناها، راح نضيف سكر المكون النهائي. طبعا هنا بأمريكا اكو وظيفة اسمها مزينة طعام، اللي يسوي الاكل مشهي، شكله مشهي بس غير قابل للاكل، بس على مود التصوير يعني. فاحنا راح نسوي هذا الشيء، راح نخلي الاكل مشهي شكله حلو. شوفوا اعزائي المشاهدين، شوفوا شلون راح اسويها. شوفي انت تسوين الفانيلا ولا تسوي الشوكولاتة؟ شوفوا اللحظة، اريد بعد سكر. الله توسخنا توسخنا، بس هو هذا اللي يصير من تشوفون هاي الدعايات الكشخة الحلوة والآيس كريم، هو هذا اللي يصير، هذا يصير ورا الدعاية. أشبيه أعزائي المشاهدين، هسه ما أدري، لا دائما أقولهم أعزائي المشاهدين، مثلا أصدقائي صح؟ إيه أصدقائي. هسه أنا حصلت على القوام اللي أريده، كلش حلو بعضه فاهمنا. شوف شلون شكله مثل آيس كريم، حاطين كليسة حتى تنطي شعور إنه الصحن مليان. شوفوا الايس كريم بقى، راح احطه هنا. واخر شيء راح ازينه بالصمغ، لان هم يزينوه بالصمغ يخلون ينطوا شعور انه دايب شويه. اعتقد ان الايس كريم جاهز، تشوفون الدنيا مليصه. اوكي انا هاي مالتي، كما تشوفون قد خبل كان ايس كريم حقيقي. ينجح من مالتي، شوفوا يعني ما تحلى، لا مالتي، شوفوا مالتي شلون تخبل، طبقات مالتي تخبل. انتوا تحكمون اصدقائي، يعني انتوا فوزوا واحد من عندنا. بعد ما نظفنا ورتبنا وكل شيء، رجعنا لكم ويا ثلاث طاسات ايس كريم، طاستين من صنعي وطاسه من صنع محمد، وانتوا الحكم. راح اصور لكم الطاستين مالاتي، هاي الطاسه الاولى تمام، هذا الايس كريم الذي لا يقاوم، وهاي الطاسه الثانيه من صنعي تخبل تموت، وهاي الطاسه الثالثه طاسه محمد. شلون تريد تنعرض هجي؟ شوف زاويه مناسبه. ما انا عندي كاكاو، هي ما عندها كاكاو، بس انا عندي هذا القوام، هذا انت ما عندك هي. اربع طبقات، انت مو اربع طبقات، انا 100 طبقه باع اشعلوها. وين هاي القشمريات؟ هاي كلينس جواب، بس ما بين هي هاي الخدعه، الواحد يشوف الدعايه عباله صدق ايس كريم.
ينخدع. شوفوا أصدقائي هذا آيس كريم سويناه ومن سوينا عليه هسه بعد ما ذاب. سبحان الله شلون آيس كريم ما ذاب أبدا. وصلنا لهذا الفيديو، لا تنسون صوتون من الفائز، صوتولي لا تنسون تشتركون بقناة هند، وصلوا 1,000,000 مشترك. أوكي وصلنا هسه نهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، أتمنى تكونون يعني أخذتوا فكرة عن شنو الأشياء اللي قاعد تشوفوها أنتم بالدعايات، هي هاي الأشياء اللي قاعد تشوفوها بالدعايات. لا تنسون توصلون الفيديو هذا 100,000 لايك إذا قدرنا نوصله 100,000 لايك، وشوفوا الفيديو الأخير اللي سويته على القناة، روحوا على الفيديو الأخير، واشتركوا بالقناة إذا أنتم ما مشتركين، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة.